السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. فكما عودتكم دائما اخر مكان في موديلات قفطان المغربي. بالنسبه لهذا القفطان هذا فكما كتشوفوا معايا فهو تصميم جديد ورائع. هنا بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم اللون الاسود، فشوفوا معايا هنايا الطريزات كيف دايرين وكيفاش مخدومين، وهنايا كيبقى نفس الموديل فقط اختلاف اللون. فهاد اللون رائع، شوفوا هنايا ميلونج ديال الالوان كيف دايره. وهذا تصميم اخر، تصميم جديد ورائع بالنسبه للقفطان المغربي، فهو صراحه رائع. وهنايا تصميم اخر بالنسبه للقفطان المغربي، فهو كذلك رائع بتشكيله جديده، لونات رائعه. فهنا كيبقى الاختلاف فقط في اللون، نفس التصميم. فهاد القفطان هذا رائع بالنسبه للسيدات اللي بغاو شي حاجه للحضور، صراحه شي حاجه رائعه وهمويه. وهنا قفطان اخر تشكيله جديده ورائعه كذلك بالسروال، بالنسبه للسيدات اللي بغاو القفطان العصري فهو كذلك انيق. كما كتشوفوا معايا هنايا كاين الطرز ديال المعلم، فهو كذلك رائع. فكما كتشوفوا معايا الخدمه ديالو اللون الابيض مع اللون الذهبي، فهو صراحه رائع. فالخدمه ديالو كذلك رائعه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. وهنايا تشكيله رائعه وجديده بالنسبه للتكشيطه بالثلاجه، صراحه رائعه، ثلاجه مبره فهي كذلك رائعه. وهذا اللون هذا كاين هنا واحد الميلونج ديال اللون، هو رائع. فكما كتشوفوا معانا هنايا السفيفه باش مخدومات التكشيطه هذه، فهي رائعه صراحه، اللون رائع جدا. وهذا قفطان بالتبات، فكما كتشوفوا معايا اللوينات اللي داخلين في هذا القفطان هذا، هو قفطان بالتبات. فالصوره كتقربكم اكثر القفطان كيف ملبوس، فكما كتشوفوا معايا فهو راقي في قمه الروعه. هنايا كما كتشوفوا معايا التبات ديالو بالجوهر مهرس، وهنايا العقيدات في الوسط. وهذا قفطان اخر بالنسبه للعريسات ديالنا، فهو كذلك رائع، شي حاجه راقيه وانيقه وهمويه. فكما كتشوفوا معايا التنبات ديالو بالحجيرات وبالجوهر مهرس، فهو صراحه رائع. وفي القدام كاين عندنا العقيدات والسفيفه، فشي حاجه رائعه صراحه. وهنا كما كتشوفوا معايا فهي تكشيطه جديده واللوينات ديالها رائعه، كاين واحد الميلونج ديال الالوان هنايا رائع جدا. هنا كيما كتشوفوا معايا الصوره كتقربكم اكثر التكشيطه كيف ملبوسه، فهي صراحه راقيه وانيقه همويه. وهنا كما كتشوفوا معايا موديل اخر بتشكيله جديده ديال التنبات، فهي رائعه كما كتشوفوا معايا. كاين هذا واحد الميلونج ديال اللون اللي هو رائع، شوفوا معايا هنا التنبات كيفاش مخدوم واللوينات، هو صراحه رائع وراقي جدا. شوفوا الخدمة ديالو، شوفوا فهي رائعة جدا، فهي شي حاجة هموية صراحة.
انعدام وللآخر بالنسبة لعريسة جونا فهو كذلك رائع ومخدوم بالطرز وبيت نباس فهو كذلك رائع جدا كما كتشوفوا معي أنا يا اللون الأبيض مع اللون الذهبي عطا واحد الجمالية وحدة قفطان آخر بالتوب كريب كذلك تواب النبات وبرشمة جديدة كيبقى عندنا العقيدات تقريبا نفس الخياطة فهي كذلك رائعة وجديدة شوفوا معي النبات والألوان كيبقى عندنا نفس التوب كريب وبالتنبات وبرشمة جديدة غادي التنبات شوفوا معي هنا رشمة شوف هي رائعة جدا شوفوا القفطان كيفاش ملبوس فهو رائع فهنا الصورة كتقربكم أكثر رشمة كيفاش مخدومة وهذا قفطان آخر بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم هذا اللون الأصفر شوفوا اللوينات واحد الملونج ديال اللون اللي هو رائع جدا أنيق وجميل شوفوا معي هنا اللوينات فهي فهنا كما كتشوفوا معي رسم مع رشمة جديدة واللون الأحمر مع اللون الأصفر عطى واحد الجمالية اللي هي رائعة وهذا اللون الأزرق الملكي بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم هذا اللون فهنا كما كتشوفوا معي كذلك رشمة جديدة كما كتشوفوا معي بالتنبات صراحة واحد القفطان اللي هو راقي جدا وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب وبالاشتراك في القناة وهذا موديل اخر بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم القفطان البسيط والانيق كما كتشوفوا معي القفطان هذا مخدوم بصفيفة مرمى وبالعقيدات من فوق للاسفل وكاينه خدمة المعلم حاضرة مع نفس في الأسفل ديال القفطان فهنا كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون وكما كتشوفوا معي هنا كاين واحد الجمالية لهذا القفطان وخا بسيط عطي واحد الجمالية اللي هي رائعة جدا هذا اللون هذا وهذا التوب هذا اللي هو رائع وهذه الخدمة هذه باش مخدوم فهي رائعة كذلك كتشوفوا معي هنا كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون وهذا موديل اخر بالنسبة للسيدات اللي بغاو خدمة العيد ولا العريس ديالنا اللي بغاو خدمة العيد فهو كذلك رائع فخدمة المعلم هنا حاضرة عندنا وهذا كريب صقلي او لا كريب روزا شوفوا معايا خدمة المعلم هنايا في السطور والعقيدات السطور كذلك هنا كيبقى عندنا فقط الاختلاف في اللون كيبقى نفس الموديل ولكن عندنا اختلاف في الزواقة شوفوا معايا هنا الزواقة فهي رائعة وهذا اللون هذا اللي هو راقي ورائع جدا معنا هنا اللون الاخضر الملكي الرائع آخر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقو هاد اللون هذا الصقلي هذا كخيب روزا الصقلي فهو كذلك رائع جدا شوفوا الطريقة كيفاش مطروس كيفاش مخدوم من العقيدات من الأسفل حتى من الأعلى حتى الأسفل هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون فكنتمنى إلا عجبكم الفيديو متبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب والإشتراك في القناة